اهلا وسهلا عزيزي الوجيه، كيف الاضاءة؟ بس اخترت هذه الاضاءة عشان افتتح هذا الفيديو واقول لك انه قناة الالعاب جاري اعادة تفعيلها. اوكي انا مقصر في قناة الالعاب، ولكن حاليا جالس ارجع لها بشكل تدريجي، وراح تشوفوا تفاعل فيها كبير ان شاء الله. فاذا انتم مهتمين بفيفا، ايوه فيفا، ايش عرفك يا ابوي؟ اخر مرة لعبتها قبل 10 سنوات، ايوه بس ما عليك، في مستوى، في فكر، ما حد ينطل 6-0 كل جيم، لا لا هذا كلام غير صحيح. فلو انت مهتم في صندوق الوصف قناة العاب، قبل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول، ويلا بينا نخش على اخبار هوليوود. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. كيانو ريفز يا جماعة، تخيلوا كيانو ريفز قبل كم يوم دخلوا بيته حرامية. اخ عليك كيانو ريفز، كيف سمحت للحرامية انهم يدخلوا بيتك؟ كسروا القفل، اكيد دخلوا بيته، كيف بيدخلوا؟ بيكسروا القفل او يكسروا الشباك. المهم انهم ايش لقيوا طريقه ودخلوا فيها بيت كيانو ريفز هذول الحراميه، جلسوا يفتشوا البيت يمين يسار، نبشوا يدوروا لهم على حاجه حلوه يسرقوها، وفي النهايه يعني اكبر حاجه طلعوا فيها يعني وتم الاعلان عنها، الحراميه فقط قدروا انهم يسرقوا سلاح صغير لكيانو ريفز. هيا بالله تخيلوا كيانو ريفز ينسرق بيته، يعني كل اللي في الافلام كذب. والله شوف انا ما ادري ايش وضعكم وايش ظروفكم يا الحراميه اللي سرقتوا بيت كيانو ريفز، بس احب اقول لكم نهايتكم بتكون وخيمه، تموتوا بمرسام، تطيحوا من فوق سطوح. هذا كيانو ريفز، هذا جون ويك ومعاده كيانو ريفز، الا لو طلع كيانو ريفز يعني كذب، ما هو جون ويك، يعني جون ويك يطلع كذا شخصيه خياليه ما له علاقه يعني. بس يلا تعلمنا درس جديد من دروس الحياه يا اخوان، لا تصدقوا اللي في الافلام، يعني بكره لو قابلتوا هنري كافل في الشارع لا تتوقع انه يطير، ترى ما راح يطير، كل اللي في الافلام طلع كذب. اوي الخبر الجاي يا عيال بيكون مره رهيب لكل البيتوتين امثالي اللي ما يحبوا يخرجوا من البيت الا في السنه حسنه. فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون توفر بجودات عاليه واصبح متاح للمشاهدة من جميع الاماكن، جوال، لابتوب، تلفزيون، براحتك، يعني ما يحتاج تروح السينما وتجلس 3 ساعات ونص، لا تتابع الفيلم على جزيئات تقسمه على حلقات تشوفه خلال اسبوع براحتك، توقف الفيلم متى ما تبغى توقف، ترجع لمشهد معين لانه فاتك حوار معين، الامور والتعقيدات اللي في السينما هذه انت الان متحرر منها. عموما يا جماعه انا تابعت الفيلم للامانه، واحب اقول لكم انه واحد من اجمل افلام السنه لا محاله. غير كذا نتكلم عن مين؟ نتكلم عن فطاحله السينما، مارتن سكورسيزي، روبرت دينيرو، وليوناردو دي كابريو. ايش متوقع تشوف؟ تشوف حاجه سبهلله؟ حتشوف شيء نظيف بس مدته طويله حبتين. وثلاثه اشهر يا جماعه تفصلنا عن الجزء الثاني من السلسله اللي بدات بالجزء الاول قبل كم سنه، سلسله افلام دون. 3 شهور يا جماعه راح تمر بسرعه، غمض عينك وافتحها راح تلاقي ايش الفيلم متوفر في صالات السينما. الشاهد في الموضوع يا جماعه الفيلم بينزل له تريلر جديد قريبا، لو انت مهتم في التريلرات، انا ما اهتم في التريلرات كثير يعني وما احب اشوفها الا للضروره القصوى. وبشكل عام يا جماعه الجزء الاول اصلا شارك فيه اسماء كبيره جدا، الجزء الثاني كمان بيشارك فيه اسماء كبيره جدا اضافه للاسماء الكبيره الاولى، يعني راح تشوف كميه ضخمه من الممثلين المعروفين في فيلم واحد. ونصيحه مني لكم قلتها 20,000 مره، لو تحبون الخيال العلمي والغموض والاشياء اللي فيها كذا عوالم واكوان وكواكب ودنيا، ترى هذا افضل وقت تتابعون فيه الجزء الاول من سلسله افلام دون، بحيث لما ينزل الفيلم بعد 3 شهور تيجي تشوفه معانا على طول. عالم دون عالم ضخم وكبير ومتشعب جدا، والجزء الثاني قد يكون قنبلة لهذا العالم. القصة مبتكرة مميزة، فيها الكثير من التفاصيل، وطايحة في يد ناس مرة فنانين، مش طايحة في يد ناس سبهلة لو يدورون فلوس بس، لا يبغوا يعطوك حاجة حلوة. خليني أعطيك نبذة عن الفيلم في حال إنك ما تابعت الجزء الأول إلى الآن، لأنه السلسلة هذه أنا حريص إن يشوفها أكبر عدد من المشاهدين لأنها فعلا تستحق. يقول لك في عالم خيالي ما بين النجوم والمجرات والكواكب، توجد عائلة نبيلة يخرج منها شخص مختار ليجد نفسه في مواجهة قوى عالمية وكونية. ترى زي ما قلت لكم ما نتكلم عن كوكب واحد، نتكلم عن كواكب. البشر في هذا الفيلم ما اكتفوا بغزو بعضهم البعض، لا صاروا يغزون كواكب ثانية، ويبدو أن لهذا الكون التعيس منقذ واحد ألا وهو بطلنا
تيموثي شالاميت. حاولت كيف اشوقك واضبطك كذا قد ما اقدر من دون ما احرق عليك، كل اللي عليك بس تروح تتابع الفيلم. هي مشاهده ممتعه، واعمل حسابك الفيلم لمن هم فوق 15 سنه. وتم اصدار اول بوستر رسمي للموسم السابع لواحد من اروع واجمل الانميات اللي تابعتها في حياتي، انمي بوكو نو هيرو او ماي اكاديمي او ماي هيرو اكاديميا او اكاديميه بطلي. هذا الانمي يا جماعه يعتبر بالنسبه لي واحد من اجمل الانميات، مزج ما بين عالم الابطال الخارقين الغربي واسلوب الكتابه والقصص اليابانيه الرهيبه، ومش بطريقه غبيه، لا بطريقه جدا مميزه. دراما خرافيه، قتالات مميزه، قوى خارقه مبتكره وجدا رهيبه. حرفيا انمي بوكو نو هيرو يكاد يكون انمي بيرفكت. فاذا انت من عشاق اعمال الابطال الخارقين وتبحث عن تجربه جديده في عالم الانمي، صدقني بوكو نو هيرو خليه خيارك الاول، بتشوف شيء مره رهيب. متوفره منه حاليا 6 مواسم، والموسم السابع قادم قريبا باذن الله، او بالتحديد في ربيع 2024. متى بالضبط؟ عاد في الربيع، متى هذا الموجود. اربط حزامك عزيزي الوجيه، بوكو نو هيرو قادم. وعلى طاري بوكو نو هيرو يا جماعه، نتفليكس كذا قررت قالت يا ولد ايش في انميات ثانيه غير ون بيس كذا حلوه نعطبها نسوي منها شيء حي، وراحوا حطوا عينهم على انمي بوكو نو هيرو وقالوا ياب راح نسوي منه نسخة حية. نتفليكس بتسوي من بوكو نو هيرو نسخة حية. شوفوا هي قابلة للتحقيق وصعب، والله ما ادري عنكم نتفليكس بس براحتكم، انا يهمني العمل الاصلي صراحة. زاك ايفرون يا جماعة صار عنده نجمة في ممشى هوليوود. تدري يا عزيزي الوجيه لو انك ممثل وعندك فلوس، عندك فلوس تقدر تحط لنفسك نجمة في هوليوود، الموضوع مرة مش صعب يعني، لازم تكون ممثل وعندك فلوس بس، تقريبا 40,000 دولار ويصير في نجمة في هوليوود باسمك، الناس تقعد تتمشى وتدعس عليها للنهار وب 40,000. وانا قلت 40,000 دولار ولا 40,000 ريال، اشياء غريبه يا رجل تحدث في هوليوود. طب حطوها في الجدار زي محمد علي كلاي، ليش تحطوها في الارض الناس تقعد تدعس عليها رايحه جايه؟ اختلاف الثقافات شيء غريب. ومسلسل بريزون بريك ومسلسل لوست رسميا نتفليكس حصلت على حقوق عرضهم في منصتها. يب تخيل بريزون بريك ومسلسل لوست راح تشوفهم في منصة نتفليكس كاملين مكملين. أقدم وأول مسلسلين تقريبا شاهدهم كل عربي راح تصير متوفرة على منصة نتفليكس في سنة 2024. حلو مش غلط، يستعيد الذكريات والايام الجميله. عاد انا بالتحديد بريزون بريك ولوست هذول اول مسلسلين تابعتهم في حياتي، اتوقع العالم العربي كله هذه اول مسلسلين دخلتهم الى عالم المسلسلات. ومتى تابعتهم؟ انا في الثانوي، والله ما افقه شيء، بالذات مسلسل لوست لو عيد متابعته من جديد صدقوني بيكون تجربه جديده ما فيها كلام. في فيلم يا جماعه نزل اسمه جودزيلا، احلف لا بالله انك تحلف يا وجيه تكف يا اخي، صبرك علي. طب اصبر خليني اكمل كلامي. الفيلم هذا مش جودزيلا النسخه الامريكيه والنسخه الغربيه حق هوليوود، لا هذه نسخة جودزيلا يابانية من إخراج وكتابة طاقم وتمثيل طاقم ياباني. حنشوف جودزيلا ياباني، قصتك 100% فيلم ياباني 100%، ياب فيلم ياباني جودزيلا 100%. واسم الفيلم بالتحديد جودزيلا ماينس 1، جودزيلا ناقص 1 يعني. الفيلم يا جماعة نزل وسوى ضجة كبيرة لعدة أسباب. السبب الأول أنه جاب تقييمات مرة كويسة، تقييمه إلى الآن على موقع IMDb 8.5 من 10، وعدد الأشخاص اللي قيموه حوالي 20,000 شخص. واللي سبب ضجة أكثر من كذا أنه ميزانيته مرة قليلة وجودة الفيلم مرة كويسة، 15 مليون دولار، وفيلم بمؤثرات وشغل جدا رهيب مقارنة بأفلام جودزيلا الثانية ميزانياتها 200 و500 ومدري كم، قريب يعني شوية وتوصل أرقام فلكية 300 مليون. ولك ديم اليابانيين، انا ماني عارف صراحه ايش وضع الموظفين اليابانيين، هم رواتبهم قليله ولا رواتبهم منصفه بالنسبه لهم، بس على حسب خبرتي في عالم الانمي انه اليابانيين يعني رواتبهم مره عاديه مقارنه بهوليوود ومقارنه بالعالم الغربي بشكل عام في صناعه الافلام والرسوم المتحركه. عموما حاليا الفيلم يعرض في بعض صالات السينما، والى الان ماني عارف ليش ما هو متوفر عندنا في صالات السينما، بحثت في اكثر من سينما عربيه، ممكن لسه ما وصلنا، ممكن يوصلنا بعدين الله اعلم. بس اللي متاكد منه زي ما قلت لكم يا جماعه انه المراجعين جالسين يطبلون لهذا الفيلم تطبيل مره صريح وواضح، بل انه بعضهم وصف هذه النسخه اليابانيه من سلسله افلام جودزيلا بانها احد اروع افلام السلسله على الاطلاق. ما ادري اذا هم مرتبطين في بعض ولا لا، بس يقول لك شيء مره خرافي. طبلت على تطبيل الناس ترى ما تابعته. وفيلم الانيميشن للمخرج والكاتب العبقري هاياو ميازاكي ذا بوي اند ذا هورن توفر في صالات السينما قبل فتره قريبه، تقدر تروح تتابعه متى ما حبيت. ويحكي الفيلم قصة
صبي صغير يروح يبحث عن أمه، وما يبحث عنها في عالم عادي، لا، في عالم يحكمه الأموات والأحياء في نفس الوقت. خيال هياو ميازاكي. ومثل ما وصف الفيلم بعض المواقع بأنه فيلم خيالي يشبه السيرة الذاتية. وقبل ما أجلس أقول لك لازم تتابعه ولا مش لازم تتابعه، شوف حبيبي، بمجرد ما أقول لك، حط ذي المعلومة هنا حلقة في إذنك، بمجرد ما أقول لك هياو ميازاكي روح كده، روح انطلق جديد، روح هياو ميازاكي قبلي بس الكومبينيشن، اروح على طول كده وانت مطمن. طبعا لازم تكون ايش، انسان تحب الانمي وتستمتع في مشاهدة الانمي مثلي ومثل كثير من الناس. ومدة الفيلم ساعتين، ومصنف لمن هم فوق 15 سنة. وتقييمات الفيلم الى الان جدا ايجابية، والفيلم ترشح لجوائز كثيرة واموره عالي العال. وايرادات الفيلم يقال انها وصلت الى 100 مليون دولار عالميا. يا عمي يقول لك انه صار الفيلم الاول في شباك التذاكر الامريكي، لاول مرة يصير فيلم انمي الاول في شباك التذاكر الامريكي. عموما هياو ميازاكي كان مفروض انه يعتزل بعد هذا الفيلم، ولكن بعد ما نزل الفيلم رجع المكتب، قالوا له يا ابوي ايش جابك؟ قال يا ابوي انتم جدكم اعتزل، وين اعتزل؟ العالم يا جماعه يحتاج المزيد من خيال هياو ميازاكي، اعطينا المزيد من خيالك يا هياو. ولو ما تابعتوا اعمال هياو ميازاكي يا جماعه بكل صدق اقول لكم والله تابعوها، والله تابعوها على الاقل اهم 5 افلام له، شيء مره نظيف ومرتب. وفيلم ذا هانجر جيم، اول جزء الجديد لسلسله افلام هانجر جيم، وبعد 4 أسابيع من عرضه في صالات السينما وبميزانية وصلت إلى 100 مليون دولار، قدر إنه يجمع أكثر من 258 مليون دولار. وأحب أقول لكم حاجة، الفيلم باقي موجود في السينما، تقدروا تروحوا تتابعوه في السينما، بس كمان تقدروا تتابعوه من البيت. يب، الفيلم نزل بنسخ عالية، الفيلم عليه تقييمات مرة كويسة، روح تابعه بإذن الله وأنت مطمن. يعني إذا ما شفت شيء مرة حلو بتشوف شيء عادي، ما راح تشوف شيء سيء، هذا اللي بقوله لك يعني. والبوستر الرسمي الأول والعرض الدعائي الأول لفيلم فيوريوسا المشتق من عالم ماد ماكس توفر قبل فترة، تقدروا الآن تروحوا تشوفون التريلر على اليوتيوب وتمتعوا عيونكم بأخ يا التريلر كيف رهيب. بمجرد ما تتابعون التريلر راح تعرفون إننا مقبلين على واحد من أهم وأروع وأجمل أفلام 2024 لا محالة. بعدين احنا نتكلم عن جورج ميلر يا جماعة، بتشوف إخراج، بتشوف كتابة، بتشوف سينماتوغرافي، بتشوف أكشن، بتشوف مغامرة، بتشوف شيء نظيف ما فيها كلام. والجزء الأول من ماد ماكس خير برهان. طبعا الفيلم هذا فيوريوسا المشتق من عالم ماد ماكس بتدور احداثه قبل احداث فيلم ماد ماكس او فيلم ماد ماكس الجزء الاول. ما تابعته اخ عليك، روح تابعه الان تتابع ماد ماكس الاول. وبالنسبه للجزء الجديد الوعد باذن الله شهر مايو سنه 2024. فيلم باربي يا جماعه ترشح لتسعة جوائز في الجولدن جلوب. يا اخي هوليوود، اقسم بالله هوليوود تحفه. يلا اهم شيء ان اوبنهايمر ترشح لثمانية جوائز، وسبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس ترشح لثلاثة جوائز. طبعا الترشيحات مرة كثيرة، افلام، مسلسلات، ابطال، ممثلين، اشياء كثيرة، بس صراحة انتو يمكن مثل ما تعرفوني انا مرة معادني مهتم في الجوائز. فيلم ويلي وونكا النسخة الحديثة للنجم تيموثي شالامي راح يصدر الفيلم في الايام القريبة القليلة في جميع صالات السينما حول العالم. فلو تبحث عن خيار حلو لك وللعيلة وللاطفال اللي معاك، ركز للعيلة والاطفال اللي معاك لانه الفيلم مره مناسب للعائله او حسب التصنيف يعني اللي موجود، تقدر تروح تتابعه في صالات السينما وتنبسط انت واهلك واطفالك. معروف فيلم ولي وونكا الجزء الاول كان لجوني ديب مره لطيف خفيف ظريف، تتابعه انت واهلك تنبسط وتضحك وتقفل الليله. وهذا الفيلم راح يكون النسخه الحديثه والمطوره منه ببطوله نجم مختلف اللي هو تيموثي شالامي. واحب اطمنك الى الان الفيلم قاعد يجيب فلوس في العروض الاوليه وقاعد يجيب كمان تقييمات جدا كويسه. زاك سنايدر يا جماعه صرح بانه افضل الفيلم له في سنة 2024 هو فيلم أوبنهايمر. يا عمري يا زاك سنايدر أنا أحبك لإيش؟ أحبك لأشياء كثيرة، لذوقك، لإخراجك، لشخصيتك اللطيف. زاك سنايدر أنت رائع، أنت رائع، وأفضل فيلم له في 2023 هو فيلم أوبنهايمر. صافحني صافحني يا زاك سنايدر. وفيلم جديد قادم لأحد أهم وأشهر الأنميات على الإطلاق، قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا أو ديمون سلاير. راح يحتوي الفيلم يا جماعة على الحلقة الأخيرة من الموسم الماضي كالعادة يعني، بالإضافة للحلقة الجديدة والأولى من الموسم الجديد. وشوفوا يا جماعة الاستديو والشركة اللي ماسكين هذا الأنمي، وربي مرة مرة أذكياء، يعرفون يطلعون الريال بطرق جدا مبتكرة. ينزلون الأنمي في التلفزيون ويجيبوا من وراه فلوس، ينزلون أفلام في السينما ويجيبوا من وراها فلوس، شغالين حريقة زي اللوز. لو كمان حتى المانجا جالسة تطلع فلوس ومبيعات مرة رهيبة. عموما يا جماعة الوعد بإذن الله في شهر فبراير من سنة 2024، يعني 3 شهور وشوي. أحد الآباء الكرام والزاحفين واللي مرة مهسترين يا ولد، وبالتحديد في مدينة نيويورك، يبدو إنه فانز كبير لهجوم العمالقة. أنمي عظيم نحبه كثير
ونقدره كثير. المهم ما علينا يا جماعة، الآدمي هذا زوجته حملت قبل فترة وخلفت وجابت ولد، وقالت له يا ولد ها وش بنسمي طفلنا الجديد؟ نظر الوالد إلى السماء وتأمل الطيور، جلس كده يفكر في اسم لهذا الطفل الجديد. ردت عليه زوجته قالت ها بشر لقيت اسم؟ قال لا أيوة لقيت اسم. قالت إيش بشرني؟ جون، مايك، ميكي، عبدو، طيب وجيه؟ قال لا 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 الأسماء هذه قديمة يا أبوي، عندنا اسم على الهبة، اسم كده إيش يعني على الموضة. قالت له أيوة بشرني وإيش الاسم؟ قال لها بكل فخر طفلنا الجديد راح نسميه إيرين ييغر. ترى ما أمزح، والله ما أمزح من جد، وفي شهادة ميلاد مطبوعة باسم إيرين ييغر في نيويورك. هو يبغى كذا بكيفه. بعد 20 سنة إذا سمعت الأرض تهتز أنا مالي شغل، مالي شغل. من الحين أنا مسوي لي مخبأ تحت الأرض وحاط عليه يعني صفائح و إيرين ييغر ولد في أمريكا. وبناء على تصريح الممثل القدير مارك وولبرغ، الجزء الثاني من فيلم أنشارتد والمشتق من اللعبة الشهيرة أنشارتد حاليا جالسين يكتبون النص تبعه، يعني لسه الموضوع بدري عليه، بس خلاص في جزء ثاني من أنشارتد قيد التطوير. ولو ما تابعت الجزء الأول وتبحث عن تجربة كوميدية رهيبة لطيفة خفيفة، مش عظيمة وأسطورية، حاجة تستمتع فيها وتقفل الفيلم وأنت مبسوط، تابع فيلم أنشارتد الأول، لطيف ظريف خفيف، حاجة إيش حلو. يعطيكم العافية يا جماعة، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتوا مشتركين، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، وكل حساباتي راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو قادم.